اهلا بيكم، مساء الخير. النهارده الجمعه الساعه حوالي 8:30، قلت لما انزل اشوف اخبار المحلات والدنيا عامله ايه في التاون سنتر. لان هو المفروض الدنيا فتحت، لكن زي ما انا قلت قبل كده هما طلعوا قرار بعودة الاقتصاد وفتح المحلات والكلام الفاضي دون، علشان الحكومة تشيل ايدها من مساعدة الناس، ويتقال طيب ما احنا دفعنا في كم شهر وخلاص، ودي احنا فتحنا وتصرفوا انتوا. لكن ما زالت الناس خايفة، وما زال في قوانين بتخلي محلات كتيرة ما تقدرش تفتح زي الاول، او ما تقدرش تفتح خالص. فاما هتفتح لوقت متأخر، يعني هنا المول بيقفل الساعة 9، معظم المحلات كانت بنيه بتقفل 6. وفي محلات لسه ما فتحتش خالص، بعض محلات الملابس او كده، لان ما فيش قياس، الناس مش قادر تقيس، مش قادر تعمل، ما قدرش ترجع. يعني حتى لو خدت اللبس و مش على مقاسه مش تقدر ترجعه، مش عارف ايه. ففي مشاكل كتيره محطوطه قدام المحلات وقدام الزباين. نفس الزباين مش هتروح تشتري، لان انت هتروح تشتري ازاي من محل لا انت قادر تقيس ولا هتقدر ترجع؟ لو الحاجه ما عجبتكش مش هتقدر تعمل، مجرد لمس الحاجه الماتيريال بتاع اللبس، لو في فيروس فيه حتى اي حاجه تقعد مده اطول. فمش هيقيسوا حراره كل اللي داخل وكل اللي طالع، ويعرفوا تاريخ حياته بقى، ويملى ابلكيشن. هو يعني في حاجات كتير دلوقتي لما تروح لازم تملى ابلكيشن، انت سافرت، انت تعرضت لحد عنده كورونا، انت خرجت بره البلد، رحت الولايات الفلانية او ما رحتش، او سافرت بره امريكا والكلام ده. فمرة اخرى ما يحدث هو سوء ادارة وسوء فهم للحالة والمشكلة، وأنانية من بعض أو من المسؤولين، إن هم يهمهم بس إن يتقال إن هم فتحوا. لكن بعد الفتح دون إيه؟ يعني هنا المحل ده كله بيفتح من 11 لـ6، لكن زمان كان بيفتح من 9 لـ9. ليه؟ لانه برضو اكيد في حاجات، يعني مثلا بيبيع هو مفروشات وحاجات، تقدرش الناس هتقعد على الكراسي تشوف الكرسي مريح مش مريح، الكلام ده كله بقت حاجات محدودة. اللي ممكن الناس تقدر تعملها في المحلات، فده بيخلي ايضا في حاجات كتيرة ما بتتباعش. هتشتري زي كرسي، يعني مثلا نرجع تاني، مثلا الكرسي ده اللي ظهرنا ده بحوالي $2000 عشان تشتريه لوحده.
الكنبة دي نفس الحكاية، بالذات الكراسي مش شايف إذا كان في منهم، اللي بتتمد للريكلاينر دول في المحلات، بالذات في المول هنا حاجته اللي بره ب $500 هنا يبقى ب1000. ف الناس مش هتشتري كرسي مش هتقدر تقعد عليه تجربه، فاهم ازاي؟ لان انت كمان عشان توديه البيت لازم تدفع عليه قد كده، مش عارف ايه. ف يعني مرة اخرى في حاجات كتيرة يعني محدودة والمحطوط حظر على الناس انها تعملها. مثلا حالة زي ده بتعمل بس برضو الساعة 6، كان الاول يوم الحد 6، دلوقتي يوم الحد 5. هنا مكتوب we are currently limiting the number of shoppers inside to 6 at one time، يعني مخليين العدد 6 مرة واحدة. طيب 6 نشوف ده فاتح، لا فاتح متأخر شوية، فاتح ليه 7؟ يعني 6 أشخاص عدد قليل جدا. ده يعني يعني 3 مثلا، 2 رايحين مع بعض داخلين مع بعض، يعني 3 زباين. يعني لو الزبائن دايما مثلا واحد هو أصدقاء داخلين مع بعض، واحد ومراته، واحد وصاحبته، 2 صديقتين، صديقين، أيا كان، هبوا 2 في 2 في 2 6، يعني 3 زبائن، ويا عالم مين فيهم اللي ممكن يشتري ومين اللي بيتفرج وخلاص. ف يعني ده أيضا مأثر على البيزنس بتاع المحل نفسه. ونشوف ده كمان هنا فاتح 5. طب ده store capacity 24 people، 24 بس. طيب و ف يعني هنا مكتوب we're closed for the day، طيب ربنا يستر بقى، لان يعني هي حالة الفيروس من ناحية والجهل من ناحية وسوء إدارة من ناحية، والناس واقعة بين مثلث الموت، عامل كده زي مثلث برمودا بين الجهل والفيروس وسوء الإدارة، وحاسين إن إحنا خارج الزمن فعلا، زي مسلسل المثلث بتاع برمودا لما المركب تخرج خارج الزمن. فربنا يستر على الجميع، ونشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.